وين بنبلش؟ برويو اكيد. خل مدلل عجينة واحدة، خبزة واحدة، طريقة واحدة، very yummy. يوهو عصولة. سوق الصفافير ستريت فود تشيكن، كأنه واحد عم ياكل واجيو. شو عم ناكل اليوم؟ دغري دغري على الاكل دغري قبل ما مورنينج جود مورنينج. اربعه اخوات، خميس جنون، الجمعه واو، واليوم نهار السبت. اليوم رح نبلش، رح نبلش مع علي. علي عنده ستارت اب، عنده اكونت على الانستغرام. اذا سالتوا حالكم السؤال، طب اوكي انا عبيل عامل انطوني، شو عامل انطوني؟ علي بيهتم فيكم. عبيل اجى على بغداد، وين بروح؟ وين بوصل؟ مين بيستقبلني؟ وين كيف بعمل؟ علي بيهتم فيكم، فعلا رح يهتم فيي من الساعة 7 للساعة 1، ويخدم محلات بس لوكلز بيعرفون. وين بنبلش؟ برويو اكيد. انا عندي ستارت اب اسوي لوكال تورز لكل السواح، لكل زائرين بغداد، عراقيين، مغتربين، عرب، اجانب، لكل الجنسيات. بيجوا بغداد، استقبلهم بالمطار، رتب لهم الاكومديشن، رتب لهم الترانسبورتيشن، كل التورز. الانجليزي هون ولا بد، بس علي بيعرف انجليزي، بيهتم فيكم. ومنبلش من الترويقة، كاهي وجيمر، وبعدين كل ما وراءهم. نحن وين؟ كاهي الأرفلي. بتبلش طيب هالشي قبل مرة من اليوم فوق بعضهم. هلا شو بعمل ما بعرف. في شوكة وسكينة هنا، في شوكة وسكينة. عم نجرب. لا لا عمل ايه ما يعرف ياكل ابنه، ما يعرف ياكل ابنه. كيف كيف؟ شيء طيب كثير. ماكسيموم طيب. الباب الوسطاني كانت احدى بوابات بغداد القديمة من ايام العباسيين، والبوابة الوحيدة اللي باقية.
كله موجود هون. خان المدلل وبيقولوا انه ام كلثوم غنت هون بيفتحوا الساعه 9. شو بدكن فيه؟ من وراها بتشوفوا منظر على قبة الجامعة يلي واحدة من أحلى الأبواب بكل بغداد. طلع ايام زمان، بتخيلوا هون الجو اللي كان هون، الموسيقى نظيفة، الروكي، الاخلاق، القعدة، الشاي، الاستقبال، العالم مع بعضها. بتتخيلوا هون لو الحيطان بتقدر تحكي وهالصور بتقدر تحكي شو صاير بهذا المقهى. ليش اسمه صمون؟ واحدة من النظريات تقول انه في شاب ارمني اسمه سايمون. ايه شوف هو لوك لايك الخبز الارمني. اها بس جابه على بغداد وعمله بهاي الطريقة وقام يعملوا سايمون صمون. اوكي مرور الوقت يعني. انا اللي بعرفه انه طيب. كلش طيب. كثير طيب. كم واحد صاروا؟ صاروا 6 7 8 بكل محل اطيب من الثاني. متفقين كانوا عروسات واحدة. عجينة واحدة، خبزة واحدة، طريقة واحدة. الكل بيعملها كتير منيح. رائع. حج زبالة عصائر يبيع زبيب ورمان. ليش اسمه حج زبالة؟ إن كان أيام قبل والدتهم يعني ما تجيب ولد، فأنطت نذر قالت إنه إذا يجيني ولد أسميه زبالة. زبالة طلع مبارك يعني أبو شغيل، أبو يعني بيعمل مصاري كثير وهالشي. فسوى هذا المحل اللي لحد اليوم موجود من 1900، من أطيب عصار اللي ممكن تحصلها في بغداد. Very yummy. يعني سكر كتير خفيف، حس بالعنب، beautiful. سألك من الصبح ما أكلت لحم تعليق، بدك تأكل لحم؟ صح. هذا عندي أمن الكلاب الجامعة. أنا بتأكله قص ترويقة؟ صبح صبح ها؟ باكل قص ترويقة. طيب طيب مش معه شو طيب. هلا وين صرنا؟ احنا هسه بغداد القديمة، بعدنا في محلة باب المعظم. هاي المدرسة درس فيها الملك العراقي الأول وكثير من الشخصيات يعني. المدرسة القديمة في هون مركز ثقافي. ما كنت وصلت وحدة لهون، أكيد بدكم حدا يخدكم وتكتشفوا القديم. منطقة متداخلة يعني استخدمت من قبل العباسيين والعثمانيين والبريطانيين والمملكة العراقية. شوف بناية عثمانية، بناية من زمن الممالك، بناية عباسية. مثلا هذا البناية الصغيرة هاي كان مكتب الملك فيصل والملك غازي، قصر العباسي اللي هسه حنفتر وندخل للقصر من جوا. قصر العباسي شوف حده مبنى وزارة الدفاع
من ايام العثمانيين، ونشوف منه أنا بيت كتب الملك يعني، وبيت الحكمه في بغداد. الحكومات العراقيه الجديده يعني الحديثه بقت بيت الحكمه، ولليوم هو مؤسسه حكوميه يعني. حد القصر، شوف بابة القصر ايش قد حلوه. هذا الحرق الصخام احنا نصيح له، هذا من ايام حرق بغداد، لما المغول حرقوا بغداد لليوم موجود. هاي من فتره بعد 2003 النزاع اللي كان حاصل في بغداد، وايضا على الجدار بر كثير من طلق النار من الجانب الاخر من بغداد على هاي المنطقه. على الحافة بينزلوا سخنين، بينزلوا كتير سخنين، اكو هندي اكو باكستاني اكو اوزبكي، وبعدين بتجي طعمة السمسم طحينة طبيعية 100%. نحن الجزرية عنا ما فيها جزر، هون جزرية من الجزر. جزر بيست مع شوية سكر طيب كثير. حلاوة رش يعني حلاوة سمسم. واو اخف يعني، منا ملبدة مثل الحلاوة اللي عنا بلبنان، بتجي اخف شوي مبينين الشعيرات فيها، بتحسوا فيهم هيك بتفرد بتقرقش تحت السنان، كثير لذيذة. هيدي نفسها سوبر يومي. هاي على صحن معبى موز وهن عليهم وشوية عسل على الوجه. شفت نقطة على جوجل مابس مع busier than usual، قلت اوكي نلحق النقطة and then سوبر بيزي. بس بيقولوا القاهي والقايمر هون عند الرسول، رح ندفش ونفوت بين الناس ونفوت نلحق حالنا قبل ما نفهز الكمية. We'll be right back.
بطل اسمه انا دبرت حالي صار دورك يلا ما بعرف ما بعرف شو الاجواء الاجواء رائعه الناس فوق بعضها ورغم كل شيء ورغم كل العشاء جيمر مسقعه الكاهي سخنه عصوله فيري سويت سوبر انترستنج عن جد طيب هذا الشيء ادكتيف يعني كل واحد بيجي بالشوكه يعني كل واحد ياخذ شوكه ياخذ وحده هو صحن للجميع وبنقعد ناكل كلنا مع بعضنا ايوه من شو معموله؟ عجين؟ عجين شكلها حلو وزيت وسكر وزيت ونشا وحليب كل شيء منيح للصحة ايه دونتس من هون اجوا الدونات رائع good stuff نعم حليب very nice حبيبي شو اخبارك الحمد لله زوجي شارع الرشيد كان اول شارع تم تبليطه تعبيده وبنفس الوقت هو كان الداون تاون لبغداد هلا وين هلا في سوق الذهب برمي سريع ذهب مش ذهب لون ذهب احنا بالمدرسة المستنصرية واحدة من اقدم الكومبلكس سكول بالعالم اللي ما يعرف اليوم بالجامعة بها كثير من دراسة العلوم الفلك الطب الفقه كلها موجودة بمكان واحد فكرة مذهلة سواها المستنصر بالله الخليفة العباسي That's why I called المدرسة المستنصرية بهذا المكان حتشوفون في كثير من الغرف غرف الجوة هي للصفوف والغرف الفوق هي للسكن اللي هي الدورمز يجمعوا كل الطلاب ويدرسوا بمكان واحد يسكنوا بمكان واحد في مطعم أيضا كان بيقدم الأكل لهم في مكان للصلاة نقلنا من التيب على قماش على تجهيزات الأعراس على الخضرة وهلأ وصلنا على نحاس عم نخلص القماش وعم نفوت على اللي بيسمون هون سوق الصفافير احنا
عن جد يعني احنا بس اكو كيت اشوفك اياها بيها مال جدي من سنة 1918 موقع عليها نائب الحاكم العسكري البريطاني حتى نشتغل بهالشغلة جدي. وهيدي شغلة أساسية يعني من التراث. اي تراث، هي تراث، هي تراث. يعني سأشوفك شغلات اكو عندنا بالبيت سواء كان بالبيت او هنا. اكو صار لها عمرها 100 سنة. الدخل مال جدي هنا ضماني دخل طبعا يخبوا ما يقدر بثمن من سنة 1900 يعني موجود الدخل. يعني تقصد اللي الدخل اللي يخلي بي الفلوس اللي يخلي بي البارات. البارات البارات بالتركي احنا نسميها شلون قبل سموها بارة. احنا قدامنا هذا سندان نشتغل عليه. هذا بتشتغل عليه؟ اي نعم هذا نشتغل عليه. هذول كلها كل واحد وشغله واحد عليه. كم سنه صار لك بالمصلحه؟ كم سنه صار لك تشتغل؟ انا من 45 سنه. 45 سنه ضلك بصحتك على الله يحفظك. هذا السوق صار له 1200 سنه. 1200 سنه من زمن المدرسه المستصريه. هاي المدرسه المستصريه كانوا مثلا عندهم اي شغله معينه يجيبوها للسوق يكملوها ويرجعوها. فايبرنت فايبرنت. في خط سيارات بالنص، خطين على اليمين الناس رايحه من هالميل، على الشمال الناس جايه من هالميل، كل العالم محمله على ظهرها، في خط طويل عريض بس من العالم عم تحمل. الناس فوق بعضها بركه شغل حياه صريخ شعير. او ماي جاد بيوتيفول. بس جيب كاميرتي واعمل كتاب هون بورتريتس اند كولرز اوف بيبل. من سوق لسوق لسوق الكل عم يشتغل عجق ناس فوق بعضها. أجواء كتير حلوة نهار السبت تلاقوا كل شيء هون من شارع على شارع على شارع على شارع الكتف على كتف. وصلنا على سوق المرة. اسمه ليلى. صار له تقريبا 4 اشهر فاتح، منه كثير، محل كثير صغير ما فيه قعده والناس فايته ظهره فايته ظهره، وكثير مشهور بالدليفري. بتطلبوا الدجاجه مثل ما هي مشويه، روتي سري مشوي على التمن مع رز، هيدا الصحن مثل ما هو، باخده ملاقي محل نقعد وبتغدى. بلش بفروج ريحته رائعه، شكله شهي حمص مظبوط مظبوط، بيجي بصينية. طبعا فلور جوسي تشيكن حمص من برا، تقرو شرش سفينة جوسي مانا ناشفة. جود ستوف. بيجي مع رز على الطرف، بطاطا، جزر، كتير طيب، كتير كتير طيب. 18,000 فيكم تتغدوا عائليا. ما بدنا نحطوا طاولات، نقعد هون على الشباك. ستريت فود تشيكن اند وي لاف ات.
أنا أبو إبراهيم صاحب مطعم أسماك المحار بالكرادة خارج بغداد. إحنا مطعم عريق من المطاعم المشهورة في بغداد، فاتحين من عام 1985. عندنا سمك مشوي بالتنور، وعندنا دجاج، وعندنا روبيان، وعندنا زبيدي. سمك نهري اللي اسمه سمك كاريبي، بنشوى شو بالتنور، يعني الحماوة تضربه على فرد ميلي، فيه طعمة شوي، فيه طعمة سموكينج، تدخين، مشوي مظبوط، كرانشي عند فاتي. مش معقول قد ما كان، كان واحد عم بياكل جاتليه، قد ما غني، قد ما محشي، قد ما فيها اكل، قد ما فيها لحم. اوكي، نحضر حالنا لبن، الرز، وهيدا اللي يسموه الكافيار او البطرخ. طعم. كأنه واحد عم بياكل واجيو، كأنه عم بياكل شقفة لحمة مدهنة. وهيدا سمك نهري. فعلا رائع. سوبر سويت. كأنكم عم تاكلوا مارس أو تويكس. بتدوب مثل شوكولات فادج، رائعة، ومع السمك بعد أطيب. بآخر كل وقت غدا أكيد الشاي العراق. بيفوت على لسان، على سقف الحلق، بنشف شوي بلا سكر، بعد أطيب وأطيب. دليل جيل. هاي شو هاي جاينت سايز، اكبر وحده شفتها امبارح هالقد، وتطلع فيهم وقول كل ما كانت كبيره كل ما طعمتها اطيب. هاي شو هاي هالقد. نحن وين صلي من وقت ما وصلت، مطاعم، اكل، شوارع، طلعه نزله، وكنت من الاول عم بقول عبالي فوت على بيت، عبالي شوف اكل البيت كيف، عبالي شوف هل هو تبع الطريق، هن زيتهم بيعملون او بياكلون بالبيوت بالعراق. بيت عراقي، صديقي عمار عزمنا على الغداء. I'm very honored and proud، يعني كتير مأثر وكتير مبسوط، وجهزت وأكل بيت، والماما طبخت، والنفس طالع وعيوني برقوا. مش رح أقول له أنه ستم غدا مرتين، أنا كتير جوعان وهلا رح أتغدى. مظبوط. شو عم ناكل اليوم؟ كنت تحت في رز برياني أصفر وفوقه في رز، اي هذا الرز الأصفر، وهذا اللي فوقه اللي يسموها اللي زين فيها، اللي هي اللحمة والشعرية والآن. مش معه رزيت مش طويلين. وهون عنا دجاج مع تبس الدجاج، هذا مع بطاطا يسموه تبس الدجاج. اوكي. الصغار اللي يجوا كيلوين ثلاثة يصير فيها حسن كتير، هاي تكون أقل. مبسوط. طيبين. بيكل بيدية. طبعاً إيه باليد أحلى. لك فعلاً بتوعنا بيكل لحمة. فاتي. لودد. كل شقفة كون تاني. أكل طيب عندكم كتير، فيني أقول أكل طيب قد أكل لبنان. Best for last. دليل جيل.
خليجي محمي نفس بيته أكل بيته على عرويه وين منبلش وكيف منبلش لي ودهن ولحمة غير شكل ميت وده تكشر شكلها بشهل ها It's party time كتير حبيت لدرجة أنا قلت آخر لقمة قبل ما فل بتعيدها معي؟ أخي بغداد شو قصة لبناني؟ قصة لبناني هي معلش ما المفروض انت تعرفها شاورما هو القصة شاورما لاست داي اخر نهار لاست امبريشن اخر فله قال لي بدك تقعد لقدام الدال تقول لا بدي اكل واهم شيء فل واكل كسر المروح وعبيله بعد كبده كبده عم ياكل كبده ثاني مان طيب ليك شكلها هيك وين عندي كبده صح ضيافه اجت وين بحط الاكلات هاي شو اسمه تشريب قص يعني خبز علي شاورما تشريب قص وهيدا هاي مخلى من شكل مخلى من شكل كل مطعم هنا ببغداد له طريقته الخاصه بالمخلمه مخلمه يعني شو خلطه اي خلطه اي هاي بصل يعني شاورما لحم اي خلطه قص خلطه لحم وين منبلش وكيف منبلش هيدا منبلش بهاي هيدي يلي اسمها تشريبة في عنا تحت خبز شربين لحم مظبوط الخلطة من فوق شوية لوز شوية بندورة تشريبة مثل فتة عنا بس الخبز هون بيجي طري معبى مي واللحمة على الوجه هذه اللحمة طبعا امبارح ما كتير طرية سويتش فليفرز نكست انا جيت اكل هاي الكبة عندهم حبيتها كتير اللحمة كمان اخذت ايدي على العصير شوية لحمة شوية تشريبة and كثير طيب الكبة كبة مع شوية لحمة وشوية صوص عصرة ليمون والتشريبة very good very very good كمان عم بكل كبة برغل كحمة مفرومة rich flavors صوت ما انتبهتم لحمة 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 آخر واحدة signature of the chef خلطت كتير اشياء مع بعضهم غزية صالون 2007 برا فسيخ شاورما كتير كتير كبير بعتقد هول هني كل شيء من امبارح بيقعد بتظبطوا بتسخنوا الناس بتيجي لهون بتروق الساعة 7:30 اللحمة اول دوي بيفتح من 5 للـ5 يلي هو غدا ترويقة بس هون هاي تعالوا كرمال هاي بس هاي من 60 هون يعني ولد قبل
حلو. بعدين انا بعتقد ولا سايح رح يقدر يوصل لهون لانه الشارع كتير يعني صغير، محمد سويح ما بتروح. هلا صار رح يعرفوا فيك. اهلا يلا وسهل. كباب 8:30 الصبح. اهلا وسهلا. لي ودهن ولحمه غير شكل. جاهز. رودز لاست ترافل، محل ما السويح اكيد ما بيجوا، محل ما الناس اللي على الطريق العام ما مثل ما شايفين. جراج، محل صغير صار له من الستينات. ابو داود مش طبعا من ايش لبنان، ابو داود بيعمل كل شيء له علاقه باللحمه وبالاستقبال دغري. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تنطعميكم تندوق، حاسس رح اكل اطيب شقفه لحمه. اهم شيء مش على الكمبريسور الهواء، على التهويه. ليتس جو. انا عبالي اكتشف بغداد از لوكال، فيري سمبل، بدي اكون عم بشوف بغداد مثل ما الناس عايشه هون، العراقيه بعيشوها مثل. خلينا نحكي عن هالموضوع، تبعته على ايده. هون في شغله كثير معروفه انه الجريل على الهواء على الكمبريسور، يعني بكب هواء كثير قوي بقوي النار بشويهم كثير بسرعه وبلحق حاله. هون لا، على الطريقه القديمه بتستوي شوي شوي، ما بتحترق من برا، من جوا لبرا بتصير بتضلها طريه. حطت رايلتك لحمة على وقت الصبح مالية طيبة كتير. والله احنا كل شيء بالعراق طيب. حتى العراقيين طيبين. هيك ما اختلفنا، هيك ما اختلفنا. هي كلية قديش مهمة وهي اللي بتطري اللحمة عم تنقص معه بالسكين مثل الزبدة. قديش لية وقديش لحم؟ يعني تقريبا 700 غرام لحم، 300 غرام لية. وبس لية ولحم؟ بس إذا غنم لا، نص تحتاني ونص لحم. وبزيد له شيء أو بس لحم ولية؟ هل أنتوا إخوة؟ أي نعم. وأنتوا مهتمين بالمحل؟ أي نعم. كان الوالد بلش بال64؟ بال64. ما كان في محل، كانت هون على الطريق؟ أي على الرصيف، تنكات وقعدة مالي. طيب اليوم اللي بده يوصل لأنه السايح اللي بده يجي لعندك، كيف بدله؟ أي طريق، أي شارع؟ يعني شارع الصناعة، جامعة التكنولوجية. هاي معروفة يعني. وبتفتح أبو داود أبو التكز، شارع الصناعة، جامعة التكنولوجية. ترويقة غدا؟ لا يعني بس تقريبا ريوق. غدا يعني مو. للوحدة ونعزل. أنا الوحدة خلص. الظهر إيه. طافي ولحمة بكير. هو بكير أي ساعة نبلش؟ 6 الصبح. 6 الصبح. يلا. الجيش. طو. وهاي. هاي شو؟ هيدا القلب. هيدا مش لحمة. كوتش طاف. القلب معروف انه فيه معلكة شوي زيادة، بس بالاخر جوسي من جوا. سوبر فليفر. نوع الرغد. هيدا المعلق او اللي احنا بنسميه كبد. انترستنج. من القلب هو بيعلق شوي. لا شايفة تانية مدهنة بس ناشفة من جوا. طيب اندن كباب نص نص ريه ولحمة رائعة رائعة. وهي شو يلي جايين كرماله؟ التكة لحمة ريه ميت وديتكتشر، لحمة عندها كاركتر قاسية، سنين هيك بتنبسط فيها، بتعضوها بتفقع، سوبر جوسي. وات ان اكسبيرينس. بصل، فليفلة، بندورة مشوية، اخوات، عالترويقة. وهي أول مرة. السمون محمص. مدخن. بعد فيه هاي ليه هاي تحبها ليه بس ما بتخبر مرتي لا أقرب شيء.
صرنا على الجسر محل لوفيت العصافير بيجوا بياكلوا تشيبس. احنا وين دحليه فل طلع بالي هيك شوكولا بعد ما اكلت نيوتيلا بس شكلها بشهي لا شكلها كتير بشهي هاي 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 تعمل رجبي هاي او ماي جاد شغلي شغلي كبيرة كرانشي بسكتي من برا سوبر فلوفي من جوا وشوكولات انسايد اوت بفقع من وين ما كان اتس بارتي تايم حبيت لدرجة انا قلت اخر لقمة قبل ما فل لازم ساندويش غير شكل كيف؟ يلا خبزة فرنساوي يسموه سوبر طريق مهندورة بطاطا كبيس بلا صوص اول لقمه خبز على مصعل احمد 1 2 واو فاتي فاري فاتي قصي طمني ايه حبيبي استاذ اربع ايام خمس ايام اربع ايام اربع خميس جمعه سبت والاحد مش محسوب هلا كتني استاذ يعني جبت منيو رهيب قلنا انه راح نخلصه عملنا اكثر من المنيو بفتره قياسيه اربع ايام اكل ليك شوف حالي اكل هالقد بحياتك اي والله هلكتني رائع اول ما التقينا اول ما التقينا قال لي وين بدك شهرين ما بتخلصهم خلصنا شو بقول خلصنا وخلصنا بيو كمان اي والله خلصنا بينو فرم ندينهم من نورت استاذ وشرفت بلدك الثاني اللي هو العراق بتعيدها معي؟ يا ريت رائع حبيبي استاذ بشكرك على كل شيء انا ممنون اخ يا بغداد جيت لهون لأذن في خبرونا اخبار والاخبار بتخبرنا اخبار وانتبه بتخوف والاكل شو رايح تعمل ويلي هن خلينا نقولهم مثل ما هن بغداد فعلا لو عم بتذكر عم بتذكر الناس الطيبين الشعب الكريم بشكل مش معقول الاستقبالات المحلات الضيافه المحبه الضحكه تفضل المطبخ الك لا ولو ترك علينا معقول اخذ منك مصاري ما انت ضيف عنا فوت من هون تعرف على الشباب ما حدا طلب ولا بوست ولا سوشيال ميديا ولا تاج بس كان بده يهتم فينا يفرجينا بغداد يفرجينا العراق يفرجينا بكل شغف بلده اللي بياخذ العقل خمسة ايام 55 وقفه بعتقد جرب كل شيء برجع اكيد لانه بعد ما جربت كفايه الاسواق الناس الاكل كيف بدي انسى الشاورما القص اكلتها 8 مرات الكبه شغله كتير كبيره او الترويقه اللي بتبلش لحمه من الخمس الصبح
الجيمر شيء رائع، كاهي ولا أروع منك. بغداد أكل فيه نفس، والتسعة وتسعين بالمية من محلات اللي أكلت فيها بتاخد العقل، بتاخد العقل. مش أنا طيب أو مش طيب، في نفس، في حياة، في قصة، في حمودة، في بهارات. مش بس هيك، بغداد هي الناس، وأهم شيء الناس، الناس اللي بدهم الحياة، اللي بحبوا الحياة، اللي ناطرين حدا بس يقول لهم يلا هيتا يرجع لبنى عن جديد. شعب بيلبق له الحياة وما كتير محظوظ ترجع، وأنا راجع لأنه حبيتها كتير. Intense, concentrated. كيف بالعربي؟ بالعربية؟ فهمت علي؟ طعمتها حلوة. أكدت أنهم كل لون رح تعزم لي كل مرة. أكيد كل مرة. كل ما تجي على الوزارة. باكل لا بتعمل كوكوك. كبت بتعمل بتوت. ولا كلمة. مخلمك مشكل درجة أولى. ما فهمت شيء. مخلمك قص. لبناني هل هل ما فهمت شيء والله، ما شايفها. اذا انت ما بتعرف اي مو ما كنت متكوك على الكعرب مين ما يسافر. حبيت؟ انا حبيت. انت حبيت؟ ايه لون؟ انا بدي تشيبس.